السلام عليكم. على طول هخش في المحاضرة علشان ما ياخدش وقت. معاكم أحمد عبد الرحمن من جي اف اكس راي دوت نت. هنبدأ النهاردة كلامنا على الميتال. محاضرة يعني إلى حد ما فيها حاجات داخلة ببعضها، تمام، بس هتمشي كويس إن شاء الله. قبل أي حاجة، أنا بس كل أنا عايزه عاوز اقول ان دي طبعا اول تجربه ليا وانا بصور، فيا رب تطلع كويسه، تمام، يا رب ما تناموش تحلموا بكوابيس بالليل، تمام. ركزوا في المحاضره وسيبوكم الصوره اللي في الجنب دي. المهم، خلينا نخش في المحاضره على طول. خامات الميتال على فكره من الخامات الظريفه قوي وانت شغال فيها. مش عايز اقول ان هي endless، يعني تقدر تحط فيها كمية تفاصيل زي ما انت عايز. هبدأ بخامة بسيطة. انا اتكلمت قبل كده في المحاضرة اللي فاتت على النظرية العامة للمعادن، هي بتمشي ازاي. شكل معدن بسيط قوي زي اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت كان عامل ازاي، استغلنا فيه شوية حاجات كتير. النهاردة يمكن الدنيا هتبقى forwarded قوي ناحية حاجة معينة، وهو الداستي راستي ميتال، يعني هنتكلم شغل كتير قوي في الميتالز. الأول أنا عايز أوضح، هو الميتال هيتكون من تلات مناطق رئيسية. المنطقة الأولانية اللي هي السبيكولار كولر، ودي مهمة قوي. المنطقة التانية اللي هي السبيكولار سترينجز. التالتة هتبقى السبيكولار روفنس. ونصيحه وانت شغال في الميتال بالذات، افصل عينك عن كل واحده من دول، بمعنى اقفل السبيكولار خالص وانت شغال، وبعد كده ابدا اشتغل، تمام. خلص الكالر، بعد كده خش على السبيكولار، بعد كده خش على الروفنس، لان لو ثلاثة مع بعض الدنيا هتبقى صعبه عليك شويتين. تعالوا الاول نشوف هنكريت الشيدر اللي عندنا ده ازاي، تمام. وان شاء الله تبقى محاضره سهله. احاول ان انا اجمع فيها كل حاجه عن الميتالز وتفاصيل الميتال، عشان انا مش عايز اطول في فول 2، عشان فول 3 في معلومات كتير قوي. انا في الغالب ان انا هتكلم على الميتالز وعلى الكلوزز، بعد كده اخش في شويه خامات بسيطه زي الوود، زي العاج، زي الرخام، تمام. يعني الخامات دي هتبقى خامات زي النباتات، هتبقى بسيطة قوي، بس يمكن اكتر حاجة هيبقى فيها كلام كتير قوي هي الميتالز. تعالوا كده نشوف، نبدأ حاجتنا ازاي. طبعا كالعادة دي الشيدر بول، وهنروح لكرييت واقوم قايل له شيدر وارنولد شيدر نتورك، دبل كليك واروح لأوبن. بعدها هيبقى ال AL على طول، شم مين بس AL surface على طول. مش عارف من ساعة ما اشتغلت ب ال AL shaders تقريبا استغنيت عن الستاندرد بتاعت الارنولد. هم كمان اصلا استغنوا عنها في فيرجن 5 وبدلوها بال AL shaders. نشوف بقى اول حاجة خالص ازاي نشتغل في الكالر. قبل اي حاجة، انا عندي هنا سبيكر بوان، انا هقفل السبيكر ده خالص، تمام، مبدئيا. دي حاجة. الحاجة التانية، يمكن على خلاف كل مرة، دلوقتي انا هسمي دي في الاول، هسميها ميتال شيدر. على خلاف كل مرة، انا هاخد بقى المرة دي كل واحدة واحطها في او على الموديل. ليه؟ لان انا عايز اشوف البروجيكشن بتاع الماتيريال بشكل افضل مما اني احطها على نال اوبجكت والدنيا يعني ما يبقاش شكلها زي ما انا متخيل. يعني كده انا قفلت تماما السبيكولر، وهبدا اشتغل في الكالر. انا مش عايز اشتغل في حاجه الا الكالر. جميل، خد راحتك في الكالر زي ما انت عايز.
هنضيف فيه الديرت، هنضيف فيه الدست، تقريبا معظم التفاصيل هضيفها في الكلر. وهقول لكم ليه انا اشتغلت بالطريقه دي، يمكن على عكس تقريبا كل التيتوريالز اللي اتكلمت على الميتالز. بعض كان بيحط الكلام ده في السبيكولار كلر، والبعض كان بيدي بس ديفيوز صغير وبرضه بيكمل في السبيكولار كلر. مش بقول غلط، بس بقول يعني بصراحة النتيجة هتطلع أفضل بكتير جدا 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 من إنك تحط كل حاجة في السبيكولار كلر. عموما أدينا مع بعض. طيب أول حاجة مبدئيا عايز أدي الكلر بتاع التكستشر. نقطة مهمة جدا، دايما الكلر نقيه أو اختاره دي ساتوريتد، دي ساتوريتد شوية. طبعا انتوا شايفين ما شاء الله الدنيا ظلمت تمام، وبقى شكلنا عاملين زي اللي ناخد فيه تشبيه، بس يلا ما علينا يعني، معلش نستحمل شوية. حطوا ايديكوا على الجزء بتاع الصورة بتاعتي على الشاشة عشان ما يجيلكوش كوابيس. احنا قلنا يبقى دي ساتوريتد وفي نفس الوقت اغمق سنة من الكلر اللي انت عايزه. الحاجة التانية، مفيش كلر في الدنيا ثابت، او مفيش كلر بنفس الدرجة، لازم بيبقى درجة فاتحة شوية او درجة الكلر نفسها وفي درجة تانية اغمق سنة. طب احنا هنعمل القصة دي ازاي؟ هنعمل القصة دي عن طريق ان احنا هناخد ميكس نود. تمام، الميكس نود دي هناخد اللونين الاساسيين، وفي نقطة هقول لكم عليها ظريفة قوي. لو انت ضغطت كده شيفت مع دي كده كنترول ونشيل دي، او شيفت كنترول ونشيلها وشيفت ونضغط على اللايبراري، تمام، بكده يبقى احنا هنعرف ان احنا ايه يعني نظبط دنيتنا شوية، واي كلر نعمله ننزله على طول في اللايبراري. انا مبدئيا هختار كلر، لو دبل كليك كده هختار مثلا كلر زي ده، وده كده هيبقى الاولاني بتاعي. طبعا انا هاخد المفروض الميكس نود دي هي اللي هتكنترول على طول مين؟ الديفيوز. بس انا هستنى شويه، مش هتبقى دي اللي على طول هتكنترول الديفيوز، خليني احط دي كده وتبقى دي بالشكل ده كده، ده الاولاني. اما الكلر التاني لو انا خدت ده كده تمام شيفت كده مثلا وناخد وليكن يعني حاجة كده شوية و دي ساتوريتد سنة حاجة بالشكل ده. طبعا المشكلة ان الفرق بينهم هيبقى جامد، فانا مش عايز الفرق يبقى جامد تمام كده، انا عايز الفرق في الهيو تمام حاجة كده. طب الميكس نود هيبقى بايه؟ الميكس نود على طول هيبقى بالنويز. اروح كده الاول اتاكد الاول من التايلنج بتاع النويز. طبعا واضح ان النويز محتاج يتظبط، فهنعمل السكيل مش عارف ممكن تبقى 5 في 5 في 5. ظريفة لان انا مش عايز تداخلات اللون تكون تحس ان اللون داخل مع بعضه قوي، انا كل انا عايزه عايز بس فاريشن ناعم مش اكتر. طبعا المره دي تبقى اوبجكت. ليه اوبجكت؟ لان احنا هنا حاطين الماتيريال او التكتشر على كل موديل. يمكن انا لو كنت حاططها على النال اوبجكت على طول كنت ممكن اخليها وورلد تمام. طيب دي كده هنقوم رايحين هنا، ودي هتبقى الميكس نود، وده هيبقى الكلر بتاعي. اذا ده اول فاريشن في الكلر، قد يكون مش باين قوي لكن صدقني في واحنا شغالين هيفرق معانا جامد جدا. ممكن اخلي دي مثلا 8 في 8 في 8 تمام. ولو رحنا وديناه على طول لهنا للديفيوز كلر وخدنا دي حطيناها هنا كده تمام، هنلاقي الفاريشن اللي احنا شايفينه ده. يمكن المين لايت محتاجه عندي ان هو
يظبط شوية تمام بالشكل ده كده. يمكن الأرنولد سكاي محتاجين إن احنا نخليها 2.5 تمام. أفتكر كده هتبقى كويسة. مش عارف الديفيوز. تمام جميل. طيب هو ده الكالر؟ لا مش ده الكالر. الكالر هيبقى عبارة عن مالتي لاير تمام. تعالوا ناخد اللاير كالر نود ونبدأ بقى نبني الكالر بتاعنا بروسيدورال. يعني ايه بروسيدورال؟ يعني نقدر ان احنا نتحكم فيه طول ما احنا شغالين. طيب تعالوا كده بقى ان انا هعمل كذا لاير، فهسمي الليرات بيزك دي هنسميها الديف كالر عشان برضو تبقى مميزة، ودي هتبقى لاير نمبر 1 تمام. دي كده لاير نمبر 1 طبعا، دي هنشيل كده وهنشتغل من هنا. نيجي بقى للاير 2. لاير 2 المفروض ان انا بدي شويه فاريشن للكالر، فهروح للاير 2. حاول خلي بالك تتفادى ان يبقى فيه هنا حاجات سوداء تمام. اسف ايمج، وناخد الايمج وعلى طول ناخد. بالمناسبة كده كده انا هبقى ارفع المابس مع الفولدر مع البروجكت فايلز، بس اللي حابب يجيب حاجات زي دي ممكن تكتب على جوجل بي دبليو مابس هتلاقي كل دول موجودين. ممكن تكتب بلاك اند وايت مابس هتلاقي برضو كل دول موجودين. لو انت عندك المابس دي، لو انت عندك الديفيديهات بتاعت 3 دي توتال اللي هما من 1 ل 16 وهم 16 دي في دي، فيهم كمية مابس فظيعة تمام. لو انت عندك الكورس بتاع او فايس كوربل بتاع الفي ري برضو فيه مابس فظيعة جدا. فكل دول هتلاقيهم موجودين اما على جوجل او على. عايز حاجات زي دي اكتب على جوجل فلورال مابس او اكتب على جوجل بي دبليو اورنمنتس هتجيب لك حاجات تحفة تمام. بس يعني المهم خلونا ناخد التكتشر بتاعنا. تعالوا ننقي تكتشر الباترن فيها كويس. هي دي كويسة بس فيها الحتة الطويلة قوي، ده تبقى وحشة قوي تمام. دي ظريفة. لا مش عارف تمام. دي كويسة. طب وانا بنقي بناء عليه اساسا انا هعمل دي مالتي بلاي تمام، فمش عايزه سودة قوي، وحشه جدا ال مش عارف. بس لا مش اللي هي تمام. افتكر والله دي هتبقى كويسه. يعني دي جميلة. وإن يكن ممكن تكون محتاجة إنها تتعمل تايلينج مش عارف، بس لو قلنا مثلا 2x2 الحاجة اللي بعد كده عايز أروح لدول مش عارف أخليها كيوبيك هتظبط. ما افتكرش إنها فرقت. طب سيملس تايب تمام. انا بتهيألي هو الفرق مش باين، يمكن هو باين هنا تمام، بس افتكر ان هو كويس. يمكن حتى لو واحد هتبقى كويسه، بس خليني اقول واحد لان انا مش عايز ازحمها، مش عايز ازحم التكستشر بتاعتي بتفاصيل من دلوقتي ان هعمل مالتي لاير. طب تعالوا نختبر كده الاول نشوف الدنيا عامله ازاي. لو لا 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 غلط غلط. لو رحنا كده وعملنا كده اهو، رحنا حطينا دي لير 2 و ال دبليو في، ورحنا هنا ونطول بس نفتح شويه كده تمام. ورحت هنا ورحت رافع دي، وكالعاده اكيد دي هتبقى مالتي بلاي. عايز تخف شويه، هنروح هنا وناخد رام بفلوت Alt ونسحبها Insert After Import. هنا بقى Right Click Reset وناخد دي. حلوة
انت حلال كويسة تمام. يعني زي الفل ماشي. دي كده هنقول layer 2، برفع دي فوق دي كده عشان يبقى كل حاجة مترتبة، هي مش ناقصة لخبطة. دي كده layer 2. نيجي ل layer 3، هاخد برضو image ونعمل كده، وناخد مثلا حاجة تدي dots دوت سكراتشز. دي افضل لان دي الاسود فيها مش قوي قوي، انا مش عايز اسود جامد. نشوف التايلنج ظروفه ايه. لا دي بقى عايزه تايلنج شويتين حلوين. جميله تمام. مش عايزه هي رام بفلوت ولا حاجه. ناخد لاير 3 تمام حلو. بالنسبة للاير 3 برضو مالتي بلاي، ارفع الالفا وهتبقى برضو مالتي بلاي. طب سبتراكت لا ما تنفعش خالص، هي مالتي بلاي. رام بفلوت مش شرط تبقى لينير، هو ده اللي انا بتكلم عليه. انت بتلير لايرز ولايرز ولايرز. جميل. عايزين بقى ندي التكتشر ككل، نديها جرانج يبقى حتى مالي الحتت دي. ده بقى بفضله يبقى بروسيدرال، يعني بفضل ان هو يبقى شيدر مش ايمج. يعني ممكن ناخد النويز تمام، ممكن الاي ال فلو، ممكن الاي ال سيل نويز. وافتكر ان انا هاخد اي ال سيل نويز. نبعت ده لده ونشوف. طبعا هنا السبيس اوبجكت شورلد فريكونسي 3. طب وورلد ظروفه ايه؟ 20 راندوم لسه ما افتكرش حاجة. طب اوبجكت اظرف 100. تمام. هغير الكالر ده على فكره لكالر قريب من الشيدر اللي انا عايزه، عشان لما اعمل حتى مالتي بلاي يبقى اديله اكون اديت له يعني شيدر من او لون من اللي انا عايزه. يعني دي هتبقى مالتي بلاي على فكره، بس مالتي بلاي وهتخف عن كده. هنروح لدي ونروح هنا للاير 4 وهقول له تبقى كده، ونرفع دي كده، طلع layer 4 فوق 3 1 تمام. نيجي هنا layer 4 هتبقى multiply، بس طبعا دارك بطريقة مستفزة، فالألفا هنسحبها بالشكل ده كده افتكر كويس. يعني حتى هي من غيرها وبيها افتكر الدنيا ظريف. حتى نستنى لما الاي بي ار يخلص، هنعملها 100% عشان تمام. هستنى الاي بي ار يخلص وارجع لكم بعدها كده. الاي بي ار خلص وافتكر ان احنا عندنا تعديل بسيط. التعديل ده ان ده يبقى دي ساتوريتد شويه، وده شرحه. والنويز نفس الموضوع ده، يبقى دي ساتوريتد شويه
وده زيه. تمام كده خلصنا من دول. فاضل ان احنا نحط الدست. هتقولي الدست هحطه هنا؟ في دست هيتحط هنا وفي دست هيتحط ان بتوين. الان بتوين ده هيبقى ما بين الاوبجكتس وبعضها. تمام، ويمكن تبقى فرصه حلوه ان احنا نتكلم على انواع الماسكس. جميل، ناخد دول كده. كل دي انا كده بشتغل، انا كده لسه في الكالر ما عملتش اي حاجه. تمام، نيجي بعد كده على اللي بعدها. عايزين ناخد دست. الدست ممكن نجيبه بايمج و الدست انا عايزه زي فينجر برينتس كده، عارفين؟ تمام. ممكن دي، ممكن دي اوبن. يس، يا نهار ازرق، ده صوابع، ده لو هالك مش هتبقى مش هتبقى البصمه بتاعه كده. تمام، ناخد دي وليكن بتلاتة. ستة، على فكرة أنا جابت باترن أحسن. أفتكر كويسة هي بالمنظر ده، هتبقى يا لايتن يا اد يا سكرين، يعني حاجة من دول. تمام، فهناخد دي ونحط هنا لير 5. تمام، هو في ايه بيخلف الترتيب ده كل شوية ليه؟ تمام، لير 5، نرفع لير 5 ودي هتبقى لايتن. يعني مش عارف. طب نيجيشن، على فكرة نيجيشن جاب الديتيلز حلوة أوي. أنا أول مرة أشوف البلند مود ده. آد، مش عارف إيه الفرق بينه وبين نيجيشن على فكرة، بس أفتكر والله أعلم. لأ نيجيشن أحسن، ونيجيشن شبه سكرين، بس عامة دول مش عاجبني. تمام، فاحنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن لا، ممكن اعمل اوفست لليو كده. لا ده انتوا مصممين. طيب يبقى لازم ولا بد نحط رامب فلوت بد. تمام، و هناخد بس دي سنة كده. لا يعني افتكر كده اظرف. تمام، اخر واحدة عايزين ناخد ايمج تانية. وعايز اخد ايه؟ عايز اخد واحدة بقى ايه، حاجة مثلا زي في واحدة زي دي. زي دي على فكرة المفروض انا كنت خدت دي مش الأولانية. عموما ما علينا ما علينا، هناخد دي كده والتايلنج بتاعها 5×5. وبفكر ان انا
اعمل لها invert رامب فلوت وناخد دي كده وناخد دي كده. ماشي، هنجيب دي layer 6 تمام، نطلع دي فوق ونجيب دي layer 6 واقوم قايل له كده وهتبقى multiply زي ما شايف التلطيش ده تمام. طبعا لو انا خدت انا عايز اعمل ريسيت معلش ماشي حلو قوي، بس انا مش عايز اسود قوي، مش عايز اسود بس تمام. نيجي كده بقى ونودي دي هنا بس وكده كده خلصنا تقريبا من الكالر لاير. لو خدنا بقى دي هنا وديناها هنا ورحنا عملنا ديفيوز كالر وخدنا دي حطيناها هنا هنلاقي الكالر لاير بتاعتنا بالشكل ده كده. استنى لايف بقى يخلص وارجع لكم. تمام قوي كده، بس زي ما احنا شايفين ال الشيدر نفسه يعني التراب في كل، يعني انا عايز اخلي التراب في حتت او حتت لا. دي سهله قوي، انتوا عارفين بالرامب فلوت دي اللي هي كانت بلاير 5 كنترول كليك في النص هنا كده، وممكن احنا نعمل كده ف يعني كده بقى ايه، يعني عملت كده بقى بالمنظر ده. لو جيت عملت كده والسبلاين ده انا عايزه صوت او ايز كده تمام. انا كنت حاطط كده كوركشن هنا بس علشان اظبط الدنيا شوية، فافتكر كده احسن احسن كتير اوي من الاول. احسن كتير قوي قوي من الاول كده الدنيا تمام. وكده احنا خلصنا خالص الشيدر بتاع او الجزء بتاع الكالر شيدر. هنتكلم في المحاضرة اللي جاية على طول على السبيكلر والروفنس.